21 فبراير ماشي هو الام عيد الام عيد الام بمارتش ب 21 فبراير اول شيء بيعني لك هذا التاريخ والله لا ابدا ابدا فكر شوي لا 21 فبراير هو العيد ديال لغة الأم لا؟ عمرك ما سمعتي عنه؟ لا بصراحة قد ايه بيعني لك يعني هيدا اليوم وقد ايه مهمة لأختك؟ يعني هي لغة تربينا عليها اللي نعتز بيها واللي يعني نحب نحكيها أصلا أنا أول مرة أسمع عن الموضوع ده بس أنا أعرف إن كل حاجة ليها يوم عالمي فحتى الأب مؤخرا يعني هاد النهار كيحتفلوا بيه بلغة الأم ديالنا اللي هي اللغة العربية واللي تنسات في البلاد تاعنا ما بقيناش كندوبوا بها بزاف ولينا شوية فرانكوفون كنميلوا للدارجة شوية وتنخلطوا الفرنسي مع العربية هل بنحتفل في مصر باليوم العالمي للغة الأم؟ ممكن يكون في احتفال بس أنا مش عارفة بصراحة ما تنظنش يحتفلوا بيه ولكن المهم اللغة اللي عندنا حنايا لغة أم بالنسبة لنا المغاربة عندنا اللغة العربية وعندنا الأمازيغية وعندنا اللغة الحسانية وعندنا الريفية والله حبيبتي أول مرة أسمع فيها بصراحة أنت باش كتهضر؟ كنهضر بالأمازيغية قول لنا شي كلمات وصحهم لينا من زاك مين استفزيت ما كي دايرة لاباس عليك قول لنا شي كلمة واحدة أخرى نضل بربي أدي له ونزار شناهي؟ نضل بربي أدي له ونزار طلب الله تعالى يجيب الشتاء صعيبة شوية صعيبة أنا شلونك أخبارك شاكو ماكو ماكو كل الهلا زين طيب وبس تتغزلوا بصبية حلوة شو بتقولوا لها فدول الله فدول الله حلوة هايدة من اللغة العامية المصرية فيها كلام كتير ما مش دارك في اللغة العربية يعني أنا مصري في اسكندرانية مثلا في له أيو مش عارفة يعني طب معناها إيه هو علامة التعجب معناها إيه أكيد لها أصل أنا ما أعرفوش برضه بصراحة ورور يعني ورا يعني عظيم عظيم باللغة الهيروغليفي اللي هي لغة المصرية القديمة طبعا الأصلية كل واحد كيف تاخر بالأصل دياله وبالإيدونتيتي دياله يعني بحال أنا كنت تاخر أنني مغربية وعندي أصول أمازيغية وعربية في نفس الوقت